السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله أمل عبد الإله الملقب بالمسيح الحاصل على الجائزة الكبرى في الحلقة. وانا تنتوجد في الرباط وتنتوجد في حي النهضة مهرجان مسرح الشارع، والحمد لله هذه أول مرة شاركت معهم وكان مهرجان جد رائع تبارك الله، والحمد لله تنتمنى وما تكونش غير هذه هي الأولى، تكون الثانية ولماذا تكون الرابعة، والحمد لله شغل نقول لك والله إلا فرحان بزاف بعد مهرجان هذا ومع الفنانة اللي شاركت معهم. الحمد لله فنانة من العيار الثقيل. تنشكركم وتنشكروا الناس ديال الصحافه اللي هما تابعينا وتيوصلوا واحد الرساله للقلب ديال المواطن اللي في وسط دارو. تنشكركم بزاف وتحيه لكم، وبهذه المناسبه تنقول الله ينصر سيدنا والله ينصر الاسره العلويه، وتحيه لكم تبارك الله عليكم بزاف بزاف. اللي غادي نقول لك دابا على الفن ديال الحلقه، الحلقه هي ام المسرح وهي منها تخرجوا اساسيده بزاف، لان الحلقه هي الام ديال المسرح، هي الام ديال السينما. والحمد لله من الحلقه انا اشتركت في مسرحيات خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن مع جواد السايح وابراهيم خاي ومع عبد الصمد الغرفي ومع بزاف الفنانه ماجده أزناك. دابا حنا لاعبين واحد المسرحيه اللي هي ديال تبعات ورجال مع الشرقي السروتي اللي تنحيه هذا الفنان هذا. علاش؟ لانه هذا الفنان مدي ليد بزاف بزاف وواقف معايا. تنشكره وتنشكر الناس ديال بن سليمان، لانه الشرقي السروتي بين لي بين ما كاين الناس اللي تيهتموا بهذا الفن وتيهتموا بهذا التراث وتيعطيوا واحد الكلمه اللي هي تستحق هذا الشيء ديال التراث. والحمد لله الحلقه فيها مدرسه كبيره، حلقه يعني مدرسه ام هي الحلقه. والحمد لله من الحلقه المسرح، انا من تنتوجد في المسرح يعني ما عنديش شي حاجه اللي هي تتكون خايف منها ولا شي حاجه، لانه عندي تجربه ديال الحلقه. لانه ملي تتكون عندك تجربه ديال الحلقه يعني راه صافي، تيكون ماشي بحال المسرح. المسرح دابا تيكون بنادم غير لقدام، اما الحلقه تيكون بنادم داير بك هكا، يعني تتكون عندك واحد التجربه باش تهضر مع الناس اللي من هاد الجهه والناس اللي من هاد الجهه وتتوصل واحد الرساله. والحمد لله وكاين الجديد نيت ديالي انا والثنائي سي مصطفى الدرداك اللي هو مثل بوتفونست، واحد الفيلم اللي هو بالشلحه تاجر عثمان مكير بزاف. والحمد لله دابا خدامين في شي حاجه جديده اللي غادي نعطيوها للجمهور ان شاء الله. اش غنقول لك غير كانوا الناس ما عاطيناش واحد القيمه، لانه كانت الحلقه كانت بحال بغات تنسى. ولكن الحمد لله دابا كما قلت لك بحال كما كان الشرقي السروتي، هما هاد الناس هادو تيحاولوا باش يجرونا باش يردوا الرد الاعتبار ديال الحلقه. تنقول للجمهور ديالي كامل كاع اللي تيشوف عبد الاله، لا فحيت انا عندي واحد الجمهور تبارك الله الله يخليه ليا والله يحفظهم ليا والله الله يجعلني نموت انا قبل منهم هما، لانه هما باش انا حيت اي فنان الا ما كان الجمهور ما تيساوي والو. تنحيي الجمهور ديالي لا في العرب ولا في مازيغن، ارتيني الشلحيت اي مازيغن انخت لا ما كنا نصر سيدي ربي كنا حفظ ربي. تحيه لخوتي المغاربه من طنجه حتى للكويره، والله ينصر سيدنا والله ينصر مالكنا والصحراء المغربيه وما حديكم. وشكرا حتى نتوما اللي تستحقوا الشكر بزاف، لانه نتوما اللي تتوصلوا واحد الرساله لواحد الانسان بعيد على واحد شي حاجه اللي بغى يشوفها، ولكن ملي تتوصلوا نتوما تيشوفها بحال كاين معنا. وتحيه لكم. ان شاء الله دائما المسيح في جامع الفنا، ولو يكون كاع المسيح وصل فين ما يوصل، دائما الحلقه هي الحلقه. وتنوجه التحيه لوليداتي ولمرتي، وتنوجه التحيه للمناجير ديالي السي محمد المداح سي محمد اللي جاي معايا وخدم لي في اعمال داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تنشكرو وتنقول ليه مبروك عليه، راه تزادت عندي واحد البنيه. تنقول ليه الله يكبرها لك في طاعه الله. تحيه لكم.